الزمن غدار رح يجرحك حده وجه الفرح موجوع يا من صفع خده انك عدوك صار ما بيرحى بترده صار الرحم من نار اخذت طراد حط ايدك يا بنتي. والله العظيم والله العظيم اني شفت كريم. انه شفت كريم بهالغرفة هاي بهالغرفة هاي شاف خاتون ثلاث مرات. شاف خاتون ثلاث مرات.
مزبوط حكي؟ لك يا اخي قد ما كان، ما بيصير فهد يحكي هيك مع الزعيم واولاده. ايه بس على حسب الحكي اللي عم ينحكى، مو وارد منوب انه ينسكت على السيره يا جماعه ها؟ والله احسن شيء انه الواحد يقول ولا قوة الا بالله، احسن شيء هيك. لا حول ولا قوة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. شلونك عم يا جبري؟ اهلي. نصر يا فندي بدك تشتح له. ايه حاضر سيدي، هلا بس خلصت الشغله ايدي بلملم حالي وحاك ساوية امرك. يعني ما رح تحلق لي؟ بلا شرف ارتاح بس تحت سلي بين ايدي. اها حاجتها ابو جبري سياني دقنك ما اسمعوني يا رجال، بنتي خاتون أنا متبري منها ليوم الدين، ليوم الدين، ودمها ودم كريم حلال، وأنا ما رح تغمض لي عين ولا رح اقدر طفي ناري الا لحتى اغسل عاري واخذ بتاري. شو هذا اللي عم يصير يا رجال؟ كل شيء بين يا رجال، الكلام اللي كان عم ينقال طلع مضبوط، والعار ما بينغسل غير بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو هالحكي هاد لك هارون؟ ايه مثل ما عم حكيك عقيد، مثل ما عم حكيك، وفهد بدل فهد مطربق الدنيا فوق راس الزعيم ابو العز واولاده، وما حدا عم يسترجي يحكي منهم كلمه واحده. يا باطل، يا باطل بس. يو على شو انجعزت عقيد؟ على شو انجعزت؟ ما في دخان من دون نار، بعدين في شوت على كل شيء عم ينحكى. ولا هارون؟ أنا كم مرة مفهمك بتضبه لسانك وما بتحكي شروي غروي أحسن ما أصل لك يا كم مرة؟ كومي عقيد كومي، بس كمان كومي الله يسامحك، يعني أنا شو دخلني؟ هن هيك عم يحكوا وأنا عم بحكي. رومن هون سرقي. بدك بيض عقيد؟ سرقي لهارون. سلام عليكم. يلا يلا. أهلين يا أبي. خير يا أبي؟ شو صاير؟ يو شو بكم؟ فهمونا شو القصة؟ شو القصة؟ طلع كل الكلام على خاتون مظبوط، وعم تقابله لكريم بالخستخانة. شو؟ شلون عرفتوا؟ ممرضة، ممرضة اللي بالخستخانة قريت على كل شيء، حلفت على المصحف الشريف انه هذا الكلام مظبوط. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. مساء يا فندي، الله يعطيك الف عافية. طمني خير، شو القصة اللي قاعد هون؟ اهلين يا ابو جبري. اهلين سهلين. سيدي لي شو الموضوع؟ شدائن، حلاج، عرش، شراشة، برامج، شو القصة؟ لا هي ولا هي. هذا كان شو الموضوع؟ عاوزك موضوع ثاني. ايه يا سيدي لي هو شو يعني؟ بس حسك عينك يطلع هذا الكلام لبرا. اعوذ بالله سيدنا وين بيطلع؟ لا ما بيطلع لابني لا. كريم افندي بده يشوفك. اه
اهلا وسهلا. يا الله يا الله. تفضل. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفوا. اهلا وسهلا. الله يخليك. شباب اهلا وسهلا. الله يخليك. يا رب. شرفتونا. تفضل. اي والله شرف يا رب. يا ترى شو في من ورا هالزياره؟ الله يوفقكم وياخذ بيدكم بجاه الحبيب المصطفى. الله يحفظك عمي ابو صابر. الله يحفظك عمي ابو صابر. نحن ما عم نعمل غير واجبنا. الله محييكم يا رجال، ويا ريت تقبلوني اكون واحد منكم. لعيونك عمي صابر، باذن الله وبالقريب العاجل ما بتكون غير واحد منا وفينا. بتشرف عمي بتشرف، وهذا يوم المنى. ايه عمي ابو صابر. تفضل. نحن بصراحه جايين لعندك لنطلب ايد المحروسه بنتك لاخونا ناجي على سنه الله ورسوله. عمي أبو صابر، يعني إذا كان في موافقة فأنا بإذن الله يعني رح جيب الوالدة ويصير كل شيء حسب الأصول، بس بتعرف يعني هلأ ضرورة إلى أحكامها. يا ابني الله يقدم اللي فيه الخير. آمين يا رب. آمين. خير أخي، شو جايين يعملوا عنا الرجال؟ بصراحة لك أختي، جايين يطلبوا إيدك لناجي. شو؟ لك معقول لك أيوب؟ معقول توصل فينا المواصيل لهون؟ نسمع كلام يبخش البدن قدام كل الخلايق؟ مو هي ست خاتون اللي كنتوا تدافعوا عنا؟ شريت ليكا! كانت عم تتماشى بالخاصة خانة مع كريم! لك ما عم تصدق؟ ما عم تدخل على عقلي حاسس حالي بحلم؟ لك يا ما قلت لكم هذا كريم واطي، بس ما كان حدا يصدقني! قدم من طين وقدم من عجين! بس وهب! وحياة شواربي وشواربك يا خالد! لجيبها لهالواطي خاتون نذبحها هون بنص الحارة لحتى نغسل عارنا! حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما يتم هالشي ما رح نقدر نرفع وشنا بوش العالم. وين اللاقيين؟ وين اللاقيين؟ فهمني وين؟ انتوا ارتاحوا. انت وابوك عز الدين وفاروق ارتاحوا. انا رح لاقيها لخاتون. رح جيبها لهالواطية ونذبحها هون بنص الحارة ونغسل عارنا ونصير نقدر نشوف الناس. لك اسمع مني لك خالد. خاتون ذبحها حلال. ايه ولسه ما دريتوا كمان. قال الخانم سارقة مصاري وذهب من بيت ابوها قبل ما تنقلع، تنقلع عيونها التنتين. الله اكبر، شو هالمخلوقة هي؟ لك طلعت حية وما حدا حاسس فيها. والله ما عم صدق انه كل هذا عم يطلع من خاتون. حسبي الله ونعم الوكيل. بس قسما بالله العظيم، إذا أبو العز وأولاده ما بيسوقوا على حالهم وبياخذوا بالتار، رح يشوفوا مني شي ما بيعجبهم بنوب. يا رب يا رب، أنا أصغر من هذا الامتحان اللي عم تمتحني. يا رب يا رب، ارشدني ودلني على الصواب ولا تخليني عبد لغضبي. أنت شايف وعارف يا رب العالمين، أنا يا ربي من يوم يومي ماشي على شرعك وبخافك. دخيلك يا رب لا تتركني دخيلك.
حبيبي وينك لهلا؟ والله العظيم عم تفور لي قلبي عليك. عم بنبش علي ابن حكمي وعم بحققوا مع كل الضباط وهدفهم يعرفوا انا وين. شو هالمصيبة؟ هيدا الشيء طبيعي بس الامور معقدة براسي، يعني ويلك هم السلطات الفرنسوية ومشاكل العمارة من ميلة تانية. حاسة فيك، الله يقدرني عوضك عن كل شيء صار كرمالي. كل هالشيء كرمالنا، كرمال مستقبلنا انا وياك. ما تعتلي بالنسبة لمشكلة اهلك، انا عم بتصرف وقريبا بتنحل. الله يخلي لي اياك. كل مالك عم تثبت لي انك رجال ولا كل الرجال. وبيتأمن فيك تكون الحياة كلياتها. كلامك هذا يا خاتون كثير بقويني. وانت كمان. حياتي كلها. كلها. أنا مالي موافقة على الخطبة يا بي، من بعد إذنك. وليش لك أختي؟ أنا مو رايدته. الزلمة عسلامته بس أنا مالي رايدته. خلاص يا بي، طولي بالك، ما رح يصير إلا اللي بدك يا. طيب لك أختي طيب، الجواز أصلاً اسمه ونصيب. بس إذا ما كان بدك إياه لأنه ملاحق فهي شغلة تانية ها. بالعكس أخي، هالشي منيح بالرجال، بس أنا مالي شايفته غير أخ إلي. من لما شفته أول مرة. يلي بتشوفيه أختي، يلي بتشوفيه. يا زيبا شايفك مهموم وصفنان، بشو عم تفكر؟ بيني وبينك قلبي مانو مرتاح بنفسي. ليش بقى؟ يعني الزلمه ترك الفرنساوي وقاعد معك وعارض خدماته عليك، ليش هيك عم تفكر تجاهه؟ والله العظيم ما بعرف ليش هيك عم يصير معي من دون كل الخلايا، بس بكل الاحوال ما رح اعطي صوبه باي حركه بدون ما القطه كم شليت. والله انت يا زيبا ما في منك وما عدنك طيب. يا ريت هالناس كلها مثلك. عقيد عقيد. خير عمي. اليوم كريم فات على غير البيت اللي بفوت عنده بالعاده. ايوه. روح حدو، روح شوف شغلك. العم بركي تحسين حس على شي منا حميدة. لك بس أنا قصدي الحلال، مشان هيك لازم أحكي معه واللي بده يصير يصير. يا عمو متأكد أنا وصل على كريم، بدك شي؟ لا تقبين، لا تأخر. يلا بخاطرك. الله معي. وراح يا ابني. روح على غرفتك، وما عاد في لا طلعة ولا فوتة من يوم ورايك. لك شبك لك أمي شبك؟ أمي أنت لا تدخلي. بتروحي على غرفتك، بتشلحي ملايتك، ومن يوم ورايح ما بتطلعي إلا رجلك على رجل أمك، عم تفهمي؟ يو 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 حركي. شوفها ليش هيك عملت؟ لك أمي ما شفتي شو صار مع بنته لأول عز؟ مو ناقصنا فضايح نحن؟ أمي أختك مرباية ما بتطلع منها الزايحة. أمي وبنت أبو العز مرباية وكان كل خلايا تحلف براسها. بخاطرك. حسبي الله ونعم الوكيل. قولي كريم افندي، هو عن جد يعني انت هون؟ شو بقيت لك فجأة هالقد؟
ما تفاجئ بس سيرتك على كل لسان. شو عم بصير بالعمارة قال لي؟ لك شو عم بصير؟ الدنيا قديمة قاعدة بالعمارة شانك. كمل كمل. هذا إذا حمار ما بعرف شو بدي أقول لك يا عمي الزيبة. ما بعرف. قول عمي أبو صابر قول. يعني قصدي بالنسبة لناجي ما له نصيب عنا. كله لخير عمي، كله لخير. هيك كله خير. مثل ما بتعرف عمي الزيبة جيتك غالية وعزيزة علينا. والدنيا اسمي ونصيب. الله يعزكم عمي. ايه والله اسمي ونصيب. نحن منضل اهل وحبايب. ايه والله. استودعناكم. السلام عليكم. امان الله. مع السلامة. يعني وانت بتعرف انه حالتي ضيقة. بس يعلم الله انا ما بدي افتح معك السيرة غير وقت سمعت حكياتك عني. موشتني نادير. احكي شباك لسه عم تلف الدور. اخي انا لي الشرف اني ناسبكم. بس اخي انا ما بدي يعني احكي بالقصة بشكل رسمي غير حتى اعرف انه انتو عندكم نية توافقوا علي او لا. نادر نحن بنتشرف فيك وانت بتعرف هذا الكلام. بس الشور مو شوري، شور والدي. فاتركني اسأله وبرد الله خبر. لك على راسي يا تحسين. يلا السلام عليكم. روح الله معك. الله وكيلك يا سيدنا. هذا اللي صار. والله يا ابو جبري نحن ما غلطنا بشيء حتى تكون رده الفعل قاسيه هالقد. انا ما راح اقبل بهالشيء ابدا. بس سيدنا بنصحك نصيحه يعني يا ريت تسمعني مني. شغله صلح ما صلح مع ابو العز اوعى تفوت فيها لانه ابو العز ما بيقبل بنوم. بدي ضل حاول. لا انا غلطت ولا زوجتي غلطت. اذا ضلينا ساكتين هذا اعتراف بالغلط وانا هيدا الشيء ما بسمع فيه ابدا. مظبوط سيدنا. السر عرضك. بتعرف اذا دريو انه انا قابلك وبدون ما نخبره سمم لا شغله فيها ومشنا. يا ابو جبري انا بوثق فيك مشان هيك اخترتك. بعدين انت مش خايفين؟ انا معك ولو اخي. خلص هناك انا قد الثقه يعني وشو ما كانت العواقب. شو تطلب مني؟ رح خبرك. C'est quoi cette étrange demande? Laissez-nous continuer ce qu'on a commencé. Et je vous promets d'obtenir de bons résultats. ما بعرف ليش مش مرتاحة لكل كلام وتصرفات كريم. حسيته متغير معي كتير. بعدين ما فهمني هو ليش مطلوب من أهل العمارة ولا فهمني شو هالمهم اللي هو فيها. بس أنا لازم أعرف، لازم أعرف. تحط ببالك ناجي، الدنيا اسمي ونصيب. ماني حاطط ببالي بنوب. كله خير ان شاء الله. ناجي، اليوم عنا ضربة، وما بدي اياك تكون متضايق بنوبها. لها يا عقيد، مو لمثلي بنقال هذا الحكي. لعيونك والله. الله يقويك. شو؟ لو إذا تقايل لأبي إنك كنت تشوفني بالخستخانة ولي على نصيبتي ولي على روقي خطوة. روقي روقي روقي. شو وقفت لسا على شوفتك لقلي بالخستخانة؟ روقي. شلون بدي روق وكل مال المصايب عم تزيد فوق راسي؟ قلي شلون بدي روق وأنا السبب؟ شلون؟
هيدا الكلام ما بيجيب نتيجة. أنا معك ومشتركك. شو الكلام اللي بيجيب نتيجة؟ وخالي وابن خالي ناويين الفاينة وعم يسمعوا أبي كلام بهد الجبال. يا خطوب أنا بتعهد لك إنه الأمور رح ترجع أحسن من ما كانت. شو؟ مش واثقة فيي؟ يا ريتني مت قبل ما أشوفه هذا اليوم. لا يا خطوب لا، ما تقولي هالكلام. هيدا الكلام بيقتلني، ما تقولي. لازم بقى تفهم إني أنا بحبك. لازم تعرف إني أنا كمان تركت كل الدنيا كرمالك. ليش عم تعززيني إنك تبيني؟ ليش؟ لا مو هيك القصة. مو هيك القصة أبداً. فإذا لازم تحبيني وقتنا إنه نحن لازم نكون مع بعضنا، لازم نتحدى كل الناس. مفهوم؟ أو أنا معك. بس أنا خايفة على أبي، خايفة على إخواتي. معك حق. صحيح نحن تجوزنا غصب عنهم، بس نحن مجموعين بالحلال، لازم يعرفوا هذا الشيء، نحن اضطرينا نعمل هيك. مظبوط. وانا لو ما بدي اياك ما كنت حاربت كل الدنيا لكون معك. انا ما عم بحكي عنك ولا عم قاصدك باي كلمه قلتها، انا بدي اياك لإلك. عظيم، مشان هيك ما بدي اسمع منك ولا حرف، ولا حرف حسسني انك ندمان. مفهوم؟ شو؟ امرك بنام. شلون؟ قولي على قامتي، شو عم تحكي يا رجال؟ يعني انت رحت شفته لهذا كريم؟ لك شو خربت صرينه؟ لك يعني من غير شيء انا مرعوب ومشلوش وفايت بالحيط. ايوه، ونحن هلا شو بدنا نساوي؟ شو هلا لازم نحن نخبر للزعيم، ما بصير الموضوع هيك. يا لا قامتي اسمعوا على هالسمعه، انا نخبره للزعيم، ولك اذا خبرنا بيعلق مشنقتك ومشنقتي. ايوه خلص، لكان انت سكر الموضوع ولا تفتح هي السيره. شو 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 ساوي؟ شو ساوي؟ راح اقوم اعمل كاسه شاي. يلا بدنا نتوزع مثل البرق. مثل ما فهمتكم يا رجال اعتبروا صار ولا يهمك زي ما. خلينا نقرب اكثر على المعسكر. قولوا الله يا رب. الله يديك معوز يا شباب. زين زين زين. ضيف، بدي منك تظبط امور الحرس الفرنساوي اللي عم يتناوبوا على حراسه الحاره.
شلون يعني زعيم؟ يعني تشتريهم بطريقتك، يعني يعملوا حالهم مو مشتلقين إذا فات حدا ملاحق على الحارة. يعني قصدك حدا مثل الزيبا؟ صار زعيم، أنا رح زبط الفرنساوي بمعرفتي. وشو بتحتاج القصة؟ شو بتكلف؟ من بابا لمحرابة؟ أنا متكفل فيها. الله يديم عزك يا كبير، الله يخلي لنا إياك. خلي لي إياك. تفرج على الذخيره اللي عندنا. لا قص انا بسمعونا الحرس كوت. يلا زهير جيب خلينا نشتغل على اللغم. يلا يلا اعطيني اعطيني سرعة. بعد في حركة برا كثير. يلا يلا اعطيني حبل اعطيني خوت هاي حط حط فاضي حلو. يلا زهير اطلع وزح الالغام. يلا قولي تنع لحالك. اتكل على الله الله يحميك.
بشير. الحمد لله يا رجال، مشي الحال، الألغام كلها انحطت بمحلها. الحمد لله الحمد لله. عمي ناجي طلع شوف لي الرجال شو وضعهم. صار اتكلوا على الله. ايوه يا رب. يلا خليك. الله اكبر. شو الوضع؟ لهجة طاوة. وين إصابته؟ بكتفه، كتفه اليمين. خد هات. على مهلكم يا على مهلكم، ديروا بالكم. بسرعة يا رجال، بسرعة. على مهلك. همي 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 يا شباب، بسرعة يا رجال بسرعة. قولوا بالكم، قولوا الله. يلا صدقوني. إن شاء الله. معقولة زمرد تقول له لأبي على مطرحنا؟ حسب ما خبرتيني عنها ما بظن بتعملها. يا صابي صابي يا صابي. جاي جاي. خير خير خير. نضل طريق. يلا يلا. يلا. يلا يلا. يلا. خير إن شاء الله خير. تفضلوا تفضلوا يا رجال. تفضلوا. يلا. يلا يلا يلا. صابر خير اخي، شو صاير؟ مين هدول اللي فايتين معك؟ هدول رجال الزيبق هربانين من الفرنساوي ومعهم ناجي متصاوب. ناجي؟ خير ان شاء الله. حملنا شوية زيت لأنه جرحه بعده تازة. يلا يلا دكي وبيكون الزيت جاهز. يلا. ناجي طول بالك. اهدى ناجي اهدى ان شاء الله. برانية كله خير ان شاء الله. معافى معافى يا رب.
طول بالك ناجي، تكي وبتطلع. خلصنا خلصنا. تفضل عمي، هي الزيت. هات صابر. ناكتي ناكتي، الحمد لله على سلامتك. شو عم تعمل هالوقت؟ دليل أبعتي خبر انه بدها تشوفك ضروري. اوه هلا جيت كرمال هالقصة؟ الجماعة خايفين تعمل أي شيء، فهمت علي يا أفندي؟ فهمت عليك، بس قل لهم للجماعة انه ما يخافوا، أنا عم بعرف أتصرف. من شان الموضوع الثاني، بكره رح تسمع خبر. ماشي ماشي، الله معك. مين كان على الباب؟ ما تعطي الهم، ما في شيء. شلون ما بدي اعطي الهم؟ مين كان عم يدق بهذا الوقت وشو فيه؟ واحد صاحبي مات تحت التعذيب لانه ما اعترف وقال انا وين. يا حرام، لك الله يكسر ايديهم. يوم بعد يوم عم بزيد حقد عليهم. وشو ذنبه يعملوا فيه هيك؟ شو ذنبه؟ كله لاني حبيتك؟ إنه إذا ما كنت معه إنه بيعملوا هيك؟ وأنا كمان حاسة بالذنب إنه هذا الزلمة مات بسببنا. بوديك يا خاتون، بكرة بصير مع رجال زي بابا بخليهم يعرفوا كريم مين. كان أبو عز الدين عينه بالزعامة ولا بيحب الوجهنة وتمسيح الجوخ والمنفخة؟ إمتى؟ نحن من طول عمرنا واقفين معك يا أبو عزو، لو ما بدلت أحوالك وأحكامك على الخلايا ما كنا وقفنا بوشك بنوب. أبو العز زعيم حارة العمارة وراح يضل الزعيم غصب عنك يا فن. مش كريم يلي بيستسلم هالسؤال، مش كريم يلي بيخسر. ما طلعت بنت الزعيمة هرباني ولا عيال؟ لا يا رجال العمارة، خذونا اسر الفرنساوي، عيب يكون بوشكم شوارب وبنت حارتكم مأسورة عند الغريب. إذا كنت عايش بهالكذبة ومفكر حالك زعيم، فنحن قادرين انه ننتزع منك الزعامة إمتى ما بدنا. يا رجال، شروا باب ديوان الزعامة، كسروا هالقفولة وخربوا الرزق وولعوا العبارة باللي فيها. اللي بده يصير يصير، والروح ما بياخدها غير اللي خلقها. بنتي خاتون، أنا متوري منها ليوم الدين.
قدامك عباد، خذ بيتارك. ازاي بقى تصوب من الفرنساوي عقيل؟ انا غسلت دارنا وتار العيله كلها يا بي. كريم بنت انا عريس الشام، اولاد دخيل رب الشام ودخيل رب اللي خلق الشام.